نظم مجلس الشورى بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين البريطانية للحوكمة لقاء برلمانيا افتراضيا بعنوان البحرين والعالم تأمل في المشهد الاقتصادي والسياسي بعد انتشار كوفيد-19. قدمه السيد أليستير بيرت نائب وزير الخارجية والكومنولث السابق وعضو في البرلمان البريطاني بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة اللورد جيرمي بورفيس أوف تويد عضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة مستشار الشركاء الدوليين للحوكمة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. سعادة السيد علي، أهلا بك. كيف سيسهم هذا اللقاء البرلماني في تعزيز فرص التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين بما يخدم التعاطي مع الظروف والتحديات الناتجة بسبب جائحة كورونا؟ مساء الخير بداية، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وكذلك انتهز فرصة بمناسبة أيضا صدور تعميم من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المؤقر بمناسبة عيد الأضحى. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين، وإلى عموم شعب البحرين. أسأل الله عز وجل أن يعيد هذا العيد إن شاء الله علينا بالخير والمن والبركات. بالعودة إلى سؤالك، طبعا هذا اللقاء الذي عقد اليوم والذي يأتي لبحث المشهد السياسي والاقتصادي بعد الكورونا، وهو لقاء برلماني هام يأتي لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مجال تبادل الخبرات والتجارب التشريعية. طبعا مثل هذه اللقاءات رفيعة المستوى تفتح المزيد من مساحة العمل الثنائي، وتفتح كذلك المجال لبحث فرص تطوير وتقديم كذلك المصالح المشتركة بين المملكتين. كما نعرف جميعا بأن المستجدات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على كل دول العالم، مما لا شك فيه أن مملكة البحرين قد يعني بذلت مجهودا استثنائيا وكذلك نجحت في أن تتصدى إلى هذه الجائحة. هذه اللقاءات البرلمانية تسهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد إلقاء الضوء، بداية على الجهود التي بذلتها مملكة البحرين للتصدي للجائحة سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي أو حتى الاجتماعي، وكذلك تسمح لنا نحن كأعضاء في مجلس الشورى أن نسلط الضوء كذلك على النتائج الإيجابية التي حققتها مملكة البحرين على صعيد التراجع الكبير في نتائج حالات الإصابة والتي تحتاج إلى رعاية، أو حتى ما قامت به مملكة البحرين في الحالات التي ما تزال تحت العناية. كذلك نستطيع خلال هذه اللقاءات أن نطلع على تجربة المملكة المتحدة في هذا المجال، بمعنى أن هذه اللقاءات هي فرصة كبيرة لكي نتبادل نحن مع زملائنا في المملكة المتحدة وجهات النظر والتجارب التشريعية التي أكيد ستعود بالخير على البلدين في هذه المرحلة، وكذلك كيف واجهت مملكة البحرين وكيف واجهت المملكة المتحدة هذه التحديات. كذلك محور مهم وأعتقد يعني أختم بذلك إذا أذنت لي في عجالة، أعتقد أن الحالة الحالية تحتاج منا كذلك أن نفكر مليا، وهذا ما طرحناه اليوم، كيف نعود للحالة الطبيعية، بمعنى كيف نستطيع أن ننظر إلى مستوى الاستجابة للجائحة، ما هي أفضل الممارسات في إطلاق اللقاحات المضادة للفيروس، ما هي الطرق أو الطرق الناجعة التي أدت إلى استمرار عمل المؤسسات الحيوية خلال هذه الجائحة وغيرها. أعتقد بأن هذه الفرصة كانت سانحة جدا لكي نعرض وجهة نظر مملكة البحرين ونستمع من زملائنا في المملكة المتحدة إلى وجهة نظرهم في كيفية التصدي لهذه الجائحة. نعم، سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.